بعد 6 أشهر من الاضطرابات التي تلت الإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانكوفيتش، تدخل أوكرانيا مرحلة جديدة بإجراء الانتخابات الرئاسية. قطب صناعة الحلوى الملياردير بيترو بوروشينكو أعلن فوزه في هذه الانتخابات بعد أن أظهرت استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع حصوله على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى، متقدما على منافسته رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو. وفي أول رد فعل له، تعهد بوروشينكو بالسفر إلى شرق البلاد لإنهاء الصراع مع الانفصاليين الموالين لروسيا، علاوة على مواصلة مسار التكامل مع بقية أوروبا. وحول العلاقة مع موسكو، قال إنه لن يعترف مطلقا بانضمام شبه جزيرة القرم لروسيا، وتحدث عما وصفها بصيغ للتفاوض مع الجارة العملاقة لتسوية المشاكل الراهنة. أولى الخطوات التي سنتخذها اعتبارا من بدء فترة الرئاسة ستتركز على إنهاء الحرب والفوضى وإقرار السلام في الأراضي الأوكرانية، ونتجه نحو بلد موحد ومتكامل. بوروشينكو أو ملك الشوكولاتة كما يلقب ليس وجها جديدا على الساحة السياسية الأوكرانية، فقد سبق أن شغل منصب وزير خلال حكم يانكوفيتش، وأيضا في ظل حكومة سابقة قادها خصوم يانكوفيتش، ما منحه سمعة بأنه شخص عملي قادر على إنهاء الانقسام في البلاد. ويأمل الأوكرانيون الذين ضاقوا ذرعا بالاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد في أن يتمكن رئيسهم الجديد من انتشال البلاد من حافة الإفلاس والتمزق والعنف الذي حال دون إجراء التصويت في أجزاء من شرق البلاد الذي يتحدث غالبية سكانه الروسية.